حبيتي؟ ما خفتي؟ شو أنا جبانة؟ أكيد مش جبانة. أنا بس. بابا إذا بتريد. بابا أنت إذا بتريد أعطيني إيدي كنزلي. مش رح أنزل بابا. أستاذ تامر. احكي معي أنا بابا، أنا صاحبة العلاقة. أنا خايف عليكي. مش أكتر ما أنا بخاف على حالي. المهم معروف ارجع على البيت بابا. إحنا مقضيين نهار سوا، برجع عشية على البيت بنحكي أنا وياك. بعتذر تامر. ولا يهمك. يلا دكتور، حضرتك جراح عظم معاك؟